السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غادي نشاركوا فيها جميع واحد جوج ديال الطرق لتبييض الأسنان بالنسبة للأخوات والإخوان اللي كيعانوا من اصفرار ديال الأسنان وبغاو يتخلصوا من هذا المشكل غير يعني بأشياء في البيت ديالهم. قبل ما نبداو هذه الحلقه تاع اليوم، نتمنى من الناس اللي كيزوروا قناه جرب حكم لاول مره، نتمنى منهم يشاركوا معنا على القناه ويضغطوا على الزر الاحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بامر. وإذا كانت قناتكم جرب حكم كتستحق الدعم ديالكم والتشجيعات فما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم والتشجيعات، جزاكم الله خير. بالنسبه اخواتي لهاد الطريقه ولا هاد جوج ديال الطرق فلكم الاختيار اللي متوفر عندكم، يمكن لكم تستعملوه بشكل يومي وغادي تحسوا بواحد الفرق كبير 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 من المره الاولى اللي كتجرب فيها هاد المكونات هذه. كيف ما كتشاهدوا قبل ما نبداو الوصفه، بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الكالكير، يعني عندهم الكالكير بزاف على السنان ديالهم وعندهم تسوس، هاد الناس هادو ما يبحثوش على الوصفات الطبيعيه ولا يبحثوا على الحلول البسيطه باش يتخلصوا من هاد المشاكل هادي. ضروري في هاد الحاله نمشيو عند الطبيب ونباشروا معاه باش نتخلصوا من هاد المشكل ديال التسوس وايضا الجير والكالكير اللي تيكون على السنان ديالنا، لان هاد المسائل هادي كتسبب لينا بزاف ديال المشاكل، منها النزيف ديال اللثه، منها يعني تخلخل الاسنان من بلاصتهم، ابتعاد اللحم عن الاسنان، وايضا كتسبب لنا واحد المشكل محرج مع الناس وهو الرائحه الكريهه اللي كتكون عندنا في الفم ديالنا. بالنسبه لهاد الطرق هذه اخواتي اخواني اللي غنشارك معكم، فإلى عندكم الموز استعملوا قشره الموز الداخليه، قشره الموز الداخليه. نشدوا الموز ديالنا كيف ما كتشاهدوا، هاد القشره الداخليه هذه اللي لداخل هي اللي باش نحكو السنان ديالنا. هاد المكان هذا نحكو به السنان ديالنا اللي عندنا فيه الصفيرار واحد المده ديال لا تقل على جوج دقائق حتى ثلاث دقائق، يعني ماشي مشكل. ولكن واخا نديرو هاد الوصفه ديال قشور الموز، ضروري اننا ما نستغناوش على الفرشات ديالنا والمعجون، يعني نديروها جوج مرات، الفرشات والمعجون نديرهم جوج مرات في اليوم. بالنسبه للقشره الا كان متوفر عندكم الموز نهار تيكون متوفر ما تخلصوش من القشره ديالو، ناخذوها ونحكو بها السنان ديالنا مزيان. غادي تحسوا بواحد الرطوبه وغتحسوا بانكم يعني واللون ديال السنان ديالكم غادي يتغير، يعني غادي تخلصوا من هذاك الاصفرار بعد استعمالكم مباشره للموز، يعني غتحسوا. حتى القشره ديال البرتقال، القشره ديال البرتقال حتى هي الا كان عندكم برتقال ناخذوا هذيك القشره واخا نلعب بها على اسناني، نحك بها الاسنان ديالي مزيان، نفركهم بها واحد المده ديال 2 دقائق حتى 3 دقائق، ومن بعد نغسل الفم ديالي. وايضا كاينه طريقه زيت الزيتون، هذه الطريقه الرائعه كتستعمليها زيت الزيتون كتحمي اللثه من النزيف اللي عندها النزيف، يمكن ليها يعني دير زيت الزيتون بدات تحك بها. ولكن في نفس الوقت كيف ما قلت لكم ما نستغناوش على الفرشيط والمعجون. الزيت الزيتون هي بالنسبه للاخوات اللي عندهم نزيف، اللي عندهم نزيف سهله، ناخذ الفرشيط ديالي ونديرها في الزيت بحال هذا الشكل هذا وندوزها على الاسنان والاضراس ديالي مزيان، ونفرك بهم الاسنان والاضراس ديالي مزيان واحد المده لا تقل على 2 دقائق، ومن بعد نغسل الفم ديالي بالماء الدافئ. كوني على يقين ان زيت الزيتون رائعه، يعني زيت الزيتون عنده بزاف ديال الفوائد ومن ضمنهم تبييض الاسنان، فهاد المعلومه هذه يمكن لك تاكد منها باي طريقه حبيت، لان زيت الزيتون رائعه كتوقف داك النزيف وايضا حتى بمشكل ديال الرائحه ما كيبقاش عندنا. بالنسبه اخواتي اخواني كيف ما قلت لكم اللي عنده التسوس واللي عنده الكالكير ضروري توجه للطبيب. بالنسبه لزيت الزيتون فهي رائعه، واللي عنده الزيت ديال البرتقال حتى هي زوينه بزاف، زيت البرتقال فهي رائعه. بنفس الطريقه ناخذ الفرشيط ديالنا ونغمروها في الزيت ونحكو بها السنان ديالنا مزيان مره واحده في اليوم، فهذا يكفي مع يعني الى درنا المعجون والفرشيط فهذا يكفي، إذا استعملتها مرة واحدة فرائع. زيت الزيتون أو زيت البرتقال أو قشر الموز، هاد الطرق هذه فأنا كنستعملها شخصيا مرتاحة معها، يعني طريقة رائعة 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 جدا. وبالنسبة اللي عنده الرائحة يمكن له ياخد واحد العود ديال القرنفل ويديرو في الفم ديالو قبل النوم، يبدا يخليه حتى تيطلق داك اللعاب ديالو، من بعد يتخلص
واحد المده، يخليه في الفم ديالو واحد المده، ومن بعد يتخلص من داك العتاق القرنفل. حتى هذه الطريقه هذه كتخلصنا من الرائحه، ولكن النظافه ثم النظافه ثم النظافه. وايضا حتى بالنسبه للسان، الا دوزنا فرشاه ديال مع المعجون ضروري ناخذوا اللسان ديالنا حتى هو نكشطو بهاد الفرشيط هادي، لان حتى اللسان تيبقاو فيه بقايا ديال الطعام. نكشطو اللسان ديالنا حتى هو الى بقاو فيه بقايا ديال الطعام كيسبب لنا الرائحه. نتمنى اخواتي اخواني الى كانت هاد يعني المعلومات تفيدكم وكتستحق التشجيع، فما تخرجوش عليا بالتشجيعات ديالكم. مرحبا بكم دائما على قناتكم جرب حكم، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله عز وجل.